إذن مشاهدينا نعود هذه المرة إلى الأسواق العالمية، وما نلاحظ أيضا من تحركات سلبية للأسواق الآسيوية على الرغم من البيانات في الاقتصاد الصيني للتجارة والتي جاءت بارتفاع خلال الشهر نوفمبر لأول مرة في 6 أشهر. ننتقل لنتحدث بشكل أوفى مع نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب. أسعد الله أوقاتك نادية. يعني يبدو بأنه الاقتصاد الصيني ما زال يعاني أيضا من البيانات على الرغم من إيجابية بيانات اليوم لبيانات التجارة، لكن التفاعل سلبي يعني واضح بالنسبة لجميع الأسواق الآسيوية التي تلحق بتحركات وول ستريت. اهلا وسهلا سالي. طبعا يعني بعد تصنيف موديز على تشاينز اوتلوك من مستقر الى سلبي، هذا الشيء اثر بشكل سلبي كبير يعني على الاسواق وخصوصا على الاسواق الاسيويه وحتى العملات الاسيويه. يعني راينا ان اليوان ايضا استقر نوعا ما بعد انخفاضه طبعا، والتحفيز يعني الصيني الذي ننتظره من الاسواق والبنك الصيني أيضا نوعا ما يعني يعمل توازن في الأسواق، ولكن هذا التصنيف كان يعني جاء وعمل يعني قلق كبير في الأسواق. طبعا أوريدي كانت البيانات الصينية يعني طبعا بغض النظر عن بيانات اليوم ولكنها ضعيفة جدا، وخصوصا بعد القطاع العقاري الذي يعني يعاني بشكل كبير من يعني عدم الاستقرار، وهذا الشيء طبعا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني وايضا الانفستمنت التي يعني كانت متوجهه الى الصين هذه السنه ولكنها يعني لم تتوفق. يعني ايضا نبقى في اسيا وما لاحظناه ايضا تصريحات هذه المره من محافظ بنك اليابان، ولاول مره يعني يكشف بانه يتم دراسه الخروج من السياسه التيسيريه. برايك هذا انعكاسه كان واضح على الين وعم نشوفه اعلى مستوياته في 5 اسابيع، برايك اليوم الى اي مدى سيستمر هذه المكاسب على الين؟ صحيح. يعني الآن يعني البنك المركزي الياباني يريد أن يتخلص من هذه السياسة التيسيرية وأيضا النيجاتيف انترست ريت، ويعني أول مرة يصرحون بهذا الشيء، فطبعا يعني كان في تقلب في الأسواق، حتى الدولار ين يعني في أدنى مستوياته عند 145، ويعني كان شهد انخفاض حاد يوم أمس مع طبعا صعود الين الياباني اليوم. ويعني نلقي نظرة أنه طبعا يعني الضغوط التضخمية في اليابان أيضا تضغط على هذا يعني السياسة اللي هم عندها، ولكنهم مستعدين أن يغيروها حسب التغييرات في البيانات، ولكنهم مستعدون في التغير. فهذا الشيء أيضا أثر على الأسهم اليابانية مثل النيكاي الذي كان عند يعني أعلى مستوياته ومستويات قياسية، ولكنه الآن في انخفاض. وطبعا هذه يعني السياسة عندما تتغير ستؤثر بشكل كبير على الأسهم الآسيوية. نعم نادية، نحن أيضا خلال هذا الأسبوع نترقب بيانات الوظائف القطاع الخاص غير الزراعي، يعني وشفنا أيضا البيانات الصادرة من ADP ويبدو بأن هناك تباطؤ في سوق العمل. برأيك هذه البيانات إلى أي مدى قد تحدد مسار الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة أيضا؟ سالي، منذ بداية الأسبوع كان عندنا الجولتس جوب أوبنينغز فرص العمل التي أيضا جاءت يعني عند أدنى مستوياتها منذ عامين، والADP نمبرز التي أيضا جاءت في يعني في أرقام سلبية. فيعني من المرجح أن نرى أن أيضا الـ NFP يوم الجمعة يكون فيها تراجع، يعني سينعكس ذلك طبعا في قرارات الفيدرالي، ولكن أوريدي يعني بعد خطاب باول آخر مرة كان في نوعا ما يعني لغة أو تشينج في عادة يقول أنه لا في باب لاستمرار التشديد السياسة النقدية، ولكن مع تغير لهجة باول أيضا أعطى إيحاء في الأسواق أنه ممكن بالفعل أنا أشوف تخفيض أسعار الفائدة منذ بداية السنة الجديدة طبعا، وذلك أثر طبعا على الأسواق بشكل يعني إيجابي طبعا
تخفيض الأسعار، فهذا سيكون شيء إيجابي للأسواق، خصوصا أسواق الأسهم. ولكن يعني الـ NFP يوم الجمعة ستكون من أبرز يعني الهايلايتس لهذا الأسبوع، خصوصا بعد كل هذه البيانات التي جاءت بضعف وتعكس ضعف سوق العمل الذي كان بالفعل resilient throughout the year، يعني كان بالفعل قوي حتى مع ارتفاعات أسعار الفائدة التي تكون مؤذية للبيانات الاقتصادية الأمريكية. نعم، نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.